ما تيجي تلعبي معانا يا رانيا؟ ليه؟ هو انت فاكرني رجعت من المدرسه ولا ايه؟ خلي الشغل ده لبنتك ياسمين يا استاذ عادل. طول عمرك ما بترضيش تلعبي معايا يا رانيا، وده اللي خلاني افكر ان انا اتجوز عليكي. اقعد يا اخوي، اقعد، لا يتجيلك عرج ولا حاجه، وتغيير العرج دلوقتي مش شايل فلان. يا سلام يا حميد، انت خايفه عليا؟ طبعا، مش انت اللي بتصرف على البيت ده؟ وانت اللي هتجيب لي الارواح. ده انا هديك ارواح يا بنت يا حميد. يلا اقعدي اقعدي نكمل لعب. يلا عايزه انام، انا عايزه انام، عايزه انام. ما تنامي يا رانيا، حد هيشيك. هنام ازاي وانتوا قلبين السرير جنينه؟ لا لا، انت فاكره انك هتنامي معانا على السرير ده ولا لا؟ لا انت فاكره ان انت هتنامي اصلا على سريري ولا ايه؟ حضرتك هتنامي على الارض. على الارض؟ ليه؟ اني واخده الراجل ده بالسرير بتاع واخداني مع العفش يعني ولا ايه يا حميد؟ انت مش شايف الوليه دي بتقول ايه؟ بتقول انام على الارض. خلاص خلاص، انا احل لكم الموضوع ده. انت تنامي يوم يا رانيا على سرير، وانت يا نحمدو يوم تاني على سرير. الجيش قال اتصرف. لا طبعا، اصلا انا مجوزاك والسرير ده مكتوب في قايمتي. طب ماني كمان كاتبه لي السرير ده في قايمتي. خلاص خدوا انتوا الاثنين، من كل واحده تاخد القايمه بتاعتها، واطلعوا بقى على السجن واحبسوني هناك، وشوفوا مين اللي هيصرف بقى على البيت ده. انا احبسك يا ابو ياسمين؟ لا انت ابو بنتي يا بيبي. فاكر يا بيبي؟ يجي بيبي يا ديدي يا ديدي يا ديدي. سيبك تضيع وليه يا عم، هي كمان مكتوبه في الجايم.